مبارك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وانتم بخير. واليوم راح نبدأ أول حلقات المختصر المفيد واللي أتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم. طبعا بدأ الشهر الكريم وبدأ السؤال الدائم، ليش انتم أهل عمان ما تصومون مع البقية؟ سؤال متكرر، بس هالسنة أشوف أن حدة النقاشات قلت وربما اختفت، والأسباب سياسية ويمكن لأن صمنا اليوم مع معظم الدول. مش نحن بس في عمان، حتى أهل المغرب مثلنا، والأسباب متعددة بين اختلاف المطالع وجواز استخدام التلسكوب وتحديد زمن مكوث القمر في الأفق. إيش يعني هذا الكلام؟ باختصار، من يستند على اختلاف المطالع لا توحيدها يستند على الحديث المروي في صحيح مسلم ويسمى عرفا بحديث كريب. ونختم بجواب للشيخ بن باز رحمه الله عندما سئل عن هذه المسألة فقال: الصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم، كل بلد لهم رؤيتهم الخاصة، فإذا صام أهل مصر لرؤيتهم وأهل الشام لرؤيتهم وأهل المغرب لرؤيتهم فلا بأس، أما لو تيسر أن يصوموا لرؤية واحدة كان أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك. بالمختصر المفيد، لو دخلنا في هذا النقاش راح نضيع صيامنا في الفاضي. صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ولا تنسوا الإعجاب ومشاركة المحتوى مع من تحبون.